المالكي هو يتحدث عن فشله وعن فشل حزبه وعن فشل الطبقة السياسية التي حكمت العراق منذ 2003. ما اصطلحت عليه بالنظام القطبي الشيعي الفاسد. هناك نظام بعثي سني بائت وهو نظام صدام، والنظام الذي يحكم العراق الآن نظام قطبي شيعي فاسد. عندنا نظامان، نظام بائت ونظام فاسد. ومن أوضح رموز هذا النظام الفاسد المالكي، والمالكي هو الأمين العام لحزب الدعوة الإسلامية. غالب الشابندر حدثنا عن المستوى الثقافي للمالكي، مازن الإشيقر حدثنا عن بعض السرقات المالكية الدعوتية، 312 مليار دولار. محمد علاوي وهو منهم شاهد من أهلها، حدثنا عن قبائح المالكي وعن فساده الحكومي والإداري. ها هو المالكي يتحدث عن فشله. وما هو فشل المالكي؟ فساده. ما هو فشل حزب الدعوة؟ فساد هذا الحزب. ما هو فشل الطبقة السياسية التي حكمت العراق منذ 2003؟ فسادهم. عبر قناة آفاق، إنها قناة الفبركة والكذب والتزوير، إنه الأمين العام لحزب الفبركة والتزوير والافتراء، إنه حزب الدعوة. صورة من جماعة الإخوان المسلمين، إنها جماعة الإرهاب والإجرام، جماعة السرقة والفساد، جماعة الفشل والافتراء والأكاذيب. إنهم أتباع حسن البنا وأتباع سيد قطب. رجاء اعرضوا لنا حديث المالكي. بالحقيقة المتصدين من السياسيين والشعب يعلم، وأنا أعتقد بأن هذه الطبقة السياسية وأنا منهم ينبغي أن لا يكون لها دور في رسم خريطة العملية السياسية في العراق، لأنهم فشلوا فشلا ذريعا. وأنت منهم؟ وأنا منهم، حتى لا أبعد هذه القضية، لأنه إذا قلت هم فقط قالوا طلع نفسه وحطنا إحنا في المحرقة، أقول نعم، كل السياسيين الذين أداروا هذه العملية ينبغي أن يبرز جيل آخر بخلفية الوعي لما حصل وبخلفية الأخطاء التي ارتكبوها. أدل دليل على كذب هذا الرجل يريد أن يسجر العراق نارا بحرب أهلية لأجل أن يكون رئيس وزراء. كذاب هذا الرجل. السياسيون عموما كذابون، والأكذب فيهم الإسلاميون، والأكذب في الإسلاميين الشيعة. أكذب الإسلاميين من السياسيين سياسيو الشيعة. كذاب هذا الرجل، كذاب كذاب كذاب. يريد أن يشعل العراق بحرب شيعية أهلية لأجل أن يبقى في الحكم وأن يكون رئيس وزراء. أخطر ما جاء في التسجيل الصوتي لنور المالكي هو هذا. رجاء
رجاء أعيدوا بث الفيديو، وأتمنى عليكم أن تتذكروا مضمونه، وأنتم ستستمعون إلى ما يتحدث به المالكي في التسجيل الصوتي المسرب. قارنوا بين ما يقول هنا في هذا اللقاء عبر قناة آفاق وبين ما يتحدث به في التسجيل الصوتي المسرب. بالحقيقة المتصدين من السياسيين والشعب يعلم، وأنا أعتقد بأن هذه الطبقة السياسية وأنا منهم ينبغي أن لا يكون لها دور في رسم خريطة العملية السياسية في العراق، لأنهم فشلوا فشلا ذريعا. وأنت منهم؟ وأنا منهم، حتى لا أبعد هذه القضية، لأنه إذا قلت هم فقط قالوا طلع نفسه وحطنا إحنا في المحرقة، أقول نعم، كل السياسيين الذين أداروا هذه العملية ينبغي أن يبرز جيل آخر بخلفية الوعي لما حصل وبخلفية الأخطاء التي ارتكبوها. سأضع بين أيديكم بعضا مما جاء في التسجيل الصوتي المسرب، وسأنقل لكم ليس من المقاطع الستة، سأنقل لكم من التسجيل الكامل، وسأشخص لكم مواطن بداية هذا الكلام ونهايته بالدقائق والثواني. سأنقل لكم ثلاثة مقاطع، هذه المقاطع الثلاثة يدور مضمونها حول الحرب الأهلية الشيعية في العراق التي يخطط لها حزب الدعوة عبر أمينه العام نوري المالكي. المقطع الأول الذي سأعرضه عليكم يبدأ من الدقيقة 14:26 من التسجيل الكامل، لا أتحدث عن المقاطع الستة وإنما أتحدث عن التسجيل الكامل. فهذا المقطع يبدأ من الدقيقة 14:26 وينتهي عند الدقيقة 15:36. رجاء اعرضوا لنا هذا المقطع. بعد الكلام مع السياسة وما سياسة نجيد زين، لكن ما نترك لا شو اشتغل سياسة. نعم، اليوم الشيعة يكون موقف يدافعون عن أنفسهم ومستقبلهم ومذهبهم وديانتهم. تمام، يقولون كنا نخليهم 1%، مسعود البرزاني احتضن السنة وصار مرجعهم حتى يضربون الشيعة، اتفقوا على أن يخترقون الواقع الشيعي، يأخذوا مقتدى ويضربوا الآخرين، هذه كلها مخطط. مقتدى الصدري يصير يحكم، إذا حكم شي خليه هسه هو الآن مو حاكم، وهذول الوزراء أجلهم إذانهم، وهذا وزير المالية أسوي له شو الحكي والقتال. لكن مقتدى الصدر الآن تيار الصدر يقول له أنا خبير لهم، أنا قاتلتهم بالبصرة وبكربلاء وبغداد ذاك الوقت اللي كانوا وهم جبناء، والله ما عندي طيارة واحدة بالبصرة من رحت، طيارة واحدة هليكوبتر مسلحة معها ولا أسلحتنا موجودة، أصلا الشرطة كل اثنين بندقية وكسرناهم وهزمناهم. وذاك الوقت رجاء أعيد بث هذا المقطع كي يتسنى للمشاهدين أن يتأكدوا من مضمونه. بعد الكلام مع السياسة وما سياسة نجيد زين، لكن ما نترك لا شو اشتغل سياسة. نعم، اليوم الشيعة يكون موقف يدافعون عن أنفسهم ومستقبلهم ومذهبهم وديانتهم. تمام، يقولون كنا نخليهم 1%، مسعود البرزاني احتضن السنة وصار مرجعهم حتى يضربون الشيعة،
اتفقوا على أن يخترقون الواقع الشيعي، يأخذوا مقتدى ويربوا الآخرين، هذه كلها مخطط. مقتدى الصدري يصير يحكم، إذا حكم شي خلي هسه هو الآن مو حاكم، وهذول الوزراء أجلهم إذانهم، وهذا وزير المالية أسوي له شو الحكي والقتال. لكن مقتدى الصدر الآن تيار الصدري كله، أنا خبير بهم، أنا قاتلتهم بالبصرة وبكربلاء وبغداد ذاك الوقت اللي كانوا وهم جبناء، والله ما عندي طيارة واحدة بالبصرة من رحت، طيارة واحدة هليكوبتر مسلحة معها ولا أسلحتنا موجودة، أصلا الشرطة كل اثنين بندقية وكسرناهم وهزمناهم. وذاك الوقت أعرض لكم مقطعا آخر بحسب التسجيل الكامل، يبدأ من الدقيقة 18:32 ثانية وينتهي عند الدقيقة 21:31 ثانية. رجاء دققوا النظر في هذا المقطع. وأنا حاشد يا جماعة، ترى القضية قضية قتال، مقتدى الصدر جاي يذبح ويصبح مثل ما هو يحكي. زين. الجيش والشرطة لا اعتماد عليهم. ما راح يسوون أي شيء. يحتاج إلى سلاح. كنت تساعدني قلت أسوي، قال لا حجي إحنا الجيش والشرطة، قلت له لا أثق بك ولا بجيشك ولا بشرطتك، أنا أحمي نفسي بنفسي. عافية. ولكن أنت ساعدنا بغطاء كذا، فالشيء باقي علي. أنا أدري مقتدى الصدر أول واحد استهدف أنا، لأن أنا بهدلت أحواله. والعراق والتشريع ما أخلي بيد مقتدى الصدر. إذا عجزوا الآخرين أنا ما أعجز. وهذا المطلوب. الآن أنا أكثر من 10-15 تجمع باتجاه أسلحه وأخليه مستعد لمرحلة الحرجة. وما يدريك لعله أهجم على النجف، إذا صار هو يهجم على الناس ويهجم على المرجعية، والله أهجم على النجف. تمام. لأن هذا الرجل لا يبقي، هذا حاقد، عنده 3 خصال سيئة، يريد دم، يقول ما يريد دم وهو جبان، ويريد فلوس فرهد البلد كله، ويريد يصير أنا ربكم الأعلى. إيه فراغ؟ أنا الإمام المهدي، جماعة يقولوا له إيه فراغ؟ مش يقولوا له إيه فراغ؟ فالمرحلة القادمة مرحلة قتال، أنا جاي أشتغل عليها. وإحنا نخدم تاني. الناس هم حسوا وعرفوا ويسعدوني. بس أول عشيرة كان يوم الصبح، أول عشيرة بني مالك راح يسوون مؤتمر. إن شاء الله، نعم. بالبغداد وبالبصرة ويعلمون اللي من إيده ويتحرش بالفلان، إحنا نعرف شو نسوي. هذا مقتدى الصدر ما إلى غيره. هذا باسم خشان. إيه. باسم خشان وش سوى فيهم؟ ولذلك أنا أتمنى أيضاً على أمة الأخيار أن يكونوا مستعدين. استعد وإحنا حاضرين، وإذا تريد دزلنا الآفاق. واحنا نعلن رسمي بالتلفزيون قدام الملك. قضية معينة. تريد تفضل تفضل حجي تفضل. حجي تريد سريا. القضية مو إعلان. القضية استعداد نفسي وعملي وسلاح وتوفير المطار. احنا نكون نفكر على قواتكم شلون نوفر لها قطاع رسمي. هو هذا الموضوع. لا ما يضر رواتب وغيرها، بس قطاع رسمي يكون يصير لنا. اسم الحشد، وانا يائس من الحشد لانه امه الجبناء الان سالوا عن الحشد. مثل الحشد. ولكن لازم نفكر الها في غطاء، وغطاء اخر لحركه العشائر. العراق مقبل على حرب طاحنه لا يخرج منها احد، الا اذا قدرنا نسقط توجهات المقتدى والحلبوسي ومسعود. اذا اسقطنا مشروعهم نجا العراق، واذا ما اسقطنا العراق دخل في الدائره الحمراء. رجاء أعيد بث هذا المقطع أيضا كي يتسنى للمشاهدين أن يتأكدوا من مضمونه. وأنا حاشد يا جماعة، ترى القضية قضية قتال، مقتدى الصدر جاي يذبح ويصبح مثل ما هو يحكي. زين. الجيش والشرطة لا اعتماد عليهم. ما راح يسوون أي شيء. يحتاج إلى سلاح. كنت تساعدني قلت أسوي، قال لا حجي إحنا الجيش والشرطة، قلت له لا أثق بك ولا بجيشك ولا بشرطتك، أنا أحمي نفسي بنفسي. عافية. ولكن أنت ساعدنا بغطاء كذا، فالشيء باقي علي.
أنا أدري مقتدى الصدر أول واحد استهدف أهلي لأن أنا بهدلت أحواله، والعراق والتشريع ما أخذ يبيد مقتدى الصدر إذا عجزوا الآخرين أنا ما عجز. وهذا المطلوب الآن. أنا أكثر من 10-15 تجمع باتجاه أسلحه وأخليه مستعد لمرحلة الحرجة، وما يدريك لعله أهجم على النجف إذا صار هو يهجم على الناس ويهجم على المرجعية، والله أهجم على النجف. تمام. لأن هذا الرجل لا يبقي، هذا حاقد عنده 3 خصال سيئة، يريد دم يقول ما يريد دم وهو جبان، ويريد فلوس طرح البلد كله، ويريد يصير أنا ربكم الأعلى. إيه فراغ؟ أنا الإمام المهدي جماعة يقولوا له إيه مش يقولوا له إيه. فالمرحلة القادمة مرحلة قتال، أنا جاي أشتغل عليها. وإحنا نخدمتك. الناس هم حسوا وعرفوا ويسألوني. بس اول عشيره كان يوم الصبح، اول عشيره بني مالك راح يسوون مؤتمر ان شاء الله. نعم. بالبغداد وبالبصره ويعلمون اللي من ايده ويتحرش فلان احنا نعرف شو نسوي. هذا مقتدى الصدر ما له غيره. هذا باسم خشار. ايه باسم خشار خش سوى فيهم. ولذلك انا اتمنى ايضا على امه الاحياء ان يكونوا مستعدين. استعد واحنا حاضرين، واذا تريد اذا تريد دزلنا دزلنا الافاق واحنا نعلن رسمي بالتلفزيون قدام الملعب. قضية مولعة. تريد تفضل تفضل حجي تفضل حجي تريد سريين القضية مو اعلان، القضية استعداد نفسي وعملي وسلاح وتوفير قطار. احنا يكون نفكر على قواتكم شلون نوفر لنا قطار رسمي. هو هذا المطلوب. لا ما يبغى رواتب وغيرها بس قطار رسمي يكون يصير لنا. اسم الحشد وانا يائس من الحشد لانه امه الجبناء الان سالوا عن الحشد. ولكن لازم نفكر الها في غطاء، وغطاء اخر لحركه العشائر. العراق مقبل على حرب طاحنه لا يخرج منها احد الا اذا قدرنا نسقط توجهات المقتدى والحلبوسي ومسعود. اذا اسقطنا مشروعهم نجا العراق، واذا ما اسقطنا العراق دخل في الدائره الحمراء. المقطع الثالث وبحسب التسجيل الكامل يبدأ من الدقيقة 22:14 وينتهي بالدقيقة 22:44. المقطع قصير، البداية من 22:14 والنهاية 22:44. رجاء اعرضوا لنا المقطع. القضية أطلق مشروع اسمه مشروع البريطاني يريد أن يستبيح الشيعة ويستبيح العراق مقتدى وبعدين يقتلوه ويسلمون الوضع للسنة. القضية هاي لسموها المالكي. المالكي هسه أنا أدير وجه واحد، انا اتحصن ببني مالك واجيب فد 1000-2000 مقاتل من عندهم مش حد اللي يوصل. اكو مشروع يكون سقطه، هذا المشروع بالعمل السياسي يكون مواجهه مثل ما الان نصدينا ونصدانا بالعمل العسكري. رجاء اعيد بث المقطع كي يتسنى للمشاهدين ان يتاكدوا من مضمونه. القضية أطلق مشروع اسمه مشروع البريطاني يريد أن يستبيح الشيعة ويستبيح العراق مقتدى وبعدين يقتلوه ويسلمون الوضع للسنة. القضية هاي لسموها المالكي. المالكي هسه أنا أدير وجه واحد، أنا أتحصن ببني مالك وأجيب فد 1000-2000 مقاتل من عندهم مش حد اللي يوصل. أكو مشروع يكون سقطه، هذا المشروع بالعمل السياسي يكون مواجهة مثل ما الآن نصدينا ونصدانا بالعمل العسكري. أنا لا أريد أن أعلق كثيرا، لكنني أقول إذا كان المشروع مشروعا بريطانيا بهذه السعة وبهذه القوة، أدري أنت أجيب لك 1000-2000 من بني مالك، المارينز الأمريكي شنو هم؟ تواجه المشروع البريطاني بألف وألفين من بني مالك، أي منطق هذا؟
وهل هذا منطق شخص يريد أن يكون رئيس وزراء؟ أنا لا أريد أن أعلق أكثر من ذلك، لأن الكلام واضح لا يحتاج إلى تعليق، لكنني أقول هذا هو الأمين العام لحزب الدعوة الإسلامية.